أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا يوم المحشر إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك لكم أيها المؤمنون في هذه الليالي المباركة، ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. وسوف أتناول في هذه الليالي المباركة بعضا من سيرة رسول الله في جانب من جوانبها يتعلق بالقرآن الكريم. وعندما نرجع للقرآن الكريم نجد أن الآيات أثنت على رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرات منها: صفات، حمد، ثناء، إبراز لشخصية رسول الله، لخلقه، لمقامه، لإيمانه الراسخ بالله تبارك وتعالى، في صبره. فهذه كلها آيات واضحة تناولت شخصية النبي صلى الله عليه وآله. ولكن علشان احنا نحدد المحور راح اتناول بعض الآيات التي نستطيع ان نطلق عليها متشابهات الآيات، والمتشابه هو خلاف المحكم. يعني تارة نقول هذه آيات محكمة وتارة نقول هذه آيات متشابهة. الآيات المحكمة هي آيات واضحة الدلالة، واضحة الدلالة، مفهومها واضح، معناها واضح، قريبة المتناول. وتارة نقول هناك آيات متشابهات، متشابهات بمعنى أنها تحتمل أكثر من معنى، أو أنها ربما هذا يقول رأي وهذا يقول رأي وهذا ينظر إلى الظاهر، بينما هي لها باطن، لها أبعاد، لها كذا، فتحتاج بالتالي إلى نوعية من العلماء راسخين في العلم، تحتاج إلى آراء الأئمة عليهم السلام. زين، فهذه الجوانب، جوانب المتشابهات، وجدت في القرآن، وجدت في القرآن وهي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أمامنا مو آية واحدة، لا، آية، آيتان، ثلاث، أربع. ولذا هذه الآيات المتكثرة في القرآن التي ظاهرها المتشابه في شخصية النبي استوقفت العلماء، استوقفت العلماء سنة وشيعة. ولذلك كتب العلماء في هذه الآيات المتشابهة بحيث أن هذه الآيات المتشابهة التي تناولت النبي ظاهراً يفهم منها أنها تذم النبي والعياذ بالله، ظاهراً يفهم منها أنها فيها شيء من بعض السلب في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا غير صحيح. فلذلك هذه يطلق عليها متشابهات من هذا الباب. زين، قبل كل شيء إخواني لابد أن نذكر أمراً مهماً، وهو أننا الشيعة نرى ونعتقد اعتقادا جازما بأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من الذنوب كبيرها وصغيرها، قبل النبوة، بعد النبوة. زين، ومعصوم عن السهو، عن الخطأ، عن النسيان، يعني كمال بشري متجسد في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي أي آية تتناقض مع هذا الرأي، مع العصمة، يؤولها العلماء، ما يقبل بها العلماء. أي رواية تتناقض أو تتقابل مع هذا المعنى، مع عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يقبلها العلماء أو يؤولها أو يبحثون عن ما يجمع بينها وبين روايات أخرى. زين، علشان أنا أستوعب الوقت وما أطيل عن وقتي، أبدأ ببعض الآيات ونحاول نفك هذه المتشابه في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. أولى هذه الآيات قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى.
زين هذه آية واضحة في سورة الضحى آية 6 وآية 7، ألم يجدك يتيما فآوى، هذه آية 6، ووجدك ضالا فهدى. فكيف القرآن يصف النبي وهو رسول الله بأنه كان ضالا والعياذ بالله ثم ببركة الله هدى هدى؟ فهذه تحتاج إلى إلى باسط، إلى بيان، إلى غيره. زين، أولا لابد أن نحدد معنى الضلال، لابد أن نحل، لأن الإشكال كله في كلمة وين؟ في الضلال. يعني الواحد أول ما يسمع كلمة ضال، ضال هذه على طول يتبادر إلى الذهن المعاني المعروفة. لكن قبل كل شيء لابد أن نذكر أن الضلال لها عدة معاني، لها عدة معاني. عليكم السلام. أول هذا المعنى، أول هذا المعنى، الضلال بمعنى ضد الهداية والرشد، هذا المعنى الأول، ضلال ضد الهداية والرشد. المعنى الثاني، الضلال بمعنى الضياع، ضل الطريق، نقول مثلا الدابة ضلت الطريق، ضاع. زين، أنا ضليت العنوان، يعني أنا لم أهتدي للعنوان، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للضلال هو بمعنى الخفاء وعدم الظهور، وعدم الظهور. نأتي للمعنى الأول، نأتي إخواني للمعنى الأول، بمعنى الضلال. إذا قلنا بأن هذه الآية تعني الضلال بمعنى عكس الهداية، فهل يصح هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا لا يصح. ولو افترضنا أنه فعلا هذا المقصود، لو افترضنا أن المقصود بالضلال هنا عكس الهداية، هل يمكن تأويله؟ قال البعض ممكن تأويله، من بينهم السبحاني حفظه الله وأطال عمره، شيخ جعفر السبحاني من كبار علمائنا، يقول تارة الضلال يكون وجودا، وصف وجودي، يعني في الإنسان، في الإنسان، يعني هو شخصية الكافر، زين، الفاسق والعياذ بالله، هذا الضلال فيه شيء وجودي متأصل فيه. وتارة نقول ضلال بمعنى وجود سلبي، 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 زين، أو عدمي، بمعنى أن هذا اللي عند الضلال وجود سلبي عدمي، زين، اهتدى وغاب عنه الضلال بفضل عوامل أخرى. يعني لولا وجود هذه العوامل الأخرى والحفاظ من قبل هذه العوامل الأخرى ربما راح إلى هذا الضلال. بمعنى آخر، الإنسان بشكل عام لولا لطف الله تبارك وتعالى ما يمكن أن يهتدي، ممكن يضيع في هذه الحياة الدنيا. فإحنا كلنا بفضل الله، ببركة الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى يؤكد القرآن الكريم في عشرات الآيات، عشرات الآيات، الآيات تبين بوضوح أنه لولا هداية الله لظل الإنسان، أنا وإنت وفلان والمرأة والرجل. نستعرض بعض الآيات إخواني، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى، هداية من وين؟ من الله تبارك وتعالى، وهي خلق الإنسان. قال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى، هدى الإنسان. وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني إحنا لولا هداية الله، لولا بركة الله تبارك وتعالى، ما ممكن نهتدي، ما ممكن نبصر الطريق، ما ممكن نروح إلى حضيرة الإيمان والقدس والاعتصام بالله تبارك وتعالى. هذا معنى واضح، شوف يعدد آيات كثيرة، مو آية واحدة، لعشرات الآيات كلها تؤكد هذا المعنى. يقول تعالى الذي خلقني فهو يهدين، يعني منذ الخليقة الله يحرس الإنسان، يهديه ناحية الخير، ناحية البصيرة، ناحية العقيدة، ناحية الله تبارك وتعالى. ويقول إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. زين، هذا المعنى يؤكد القرآن بهذه الآيات وآيات أخرى كثيرة. إذا كان هذا المقصود ممكن نقبله، احنا ما زلنا في المعنى الأول، الضلال بعكس الهداية. إذا كان المقصود لولا الله تبارك وتعالى، زين، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، بمعنى أنه الله تبارك وتعالى اقتضت رحمته أن يحفظك منذ الولادة. وهذا المعنى أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أمير المؤمنين عليه السلام ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله
منذ لدن أن كان فطيما، يعني منذ الصغار الله خلى وياه ملك، ملك يحفظه يهديه إلى ناحية التوحيد. من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، يعني يمشي الملك. في ذلك احنا عندنا نقاش عند العلماء، تساؤل يبحثون في العقائد. النبي صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي عمره 40 سنة، عدل أو لا؟ 40 سنة. طيب من ولادته إلى 40 سنة هو ليس نبيا، على أي ديانة يتوحد؟ شلون ما يخطأ، ما يذنب، ما يعصي، وعلى طول كمال بشري منذ الولادة إلى أن نزل عليه الوحي؟ قالوا من ضمن المعاني أن الله تبارك وتعالى سخر له ملكا، ملكا يسدد خطاه، يهديه إلى الخير، يهديه يلهمه. حتى الأئمة عليهم السلام، الأئمة ما ينزل عليهم الوحي، لكن هناك ملائكة تحرسهم، تهديهم، تلهمهم الصواب، تهديهم طريق الخير، تهديهم طريق التوحيد الخالص. فذلك ما يشوف إمام يتحير، إمام يسهو، إمام يخطأ. هذا عقيدتنا. زين، هذا المعنى الأول، وجدك ضالا بمعنى إذا قبلنا بها. المعنى الثاني ضلال بمعنى الضياع، ضل الطريق. وهل هذا يصدق على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا نعم، قالوا نعم. يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله، هذه يذكرها السيرة الحلبية، ابن هشام، غيره، يذكرها كثير من علماء اللي بحثوا في سيرة النبي. يقولون النبي هو كان طفل صغير، يوما ما النبي كان معتاد على طول يتجول، يتمشى، زين، يتأمل في السماء، يتأمل في المخلوقات منذ أن كان طفلا صغيرا. فيقول يوم من الأيام كان يتمشى، أخذته رجلاه، أخذ يتأمل في السماء، في توحيد الله تبارك وتعالى، إلى أن ذهب، ذهب بعيدا جدا، حتى ضل الطريق، ضل الطريق. فألهمه الله تبارك وتعالى الطريق والعودة إلى حيث منزله. هذا المعنى قبل به مجموعة من العلماء، قبلوا به، قالوا ووجدك ضالا، يعني ضائعا في الطريق. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث وهو الذي يذهب إليه كثير من المفسرين، قالوا الضلال بمعنى الخفاء، الخفاء. زين، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول هكذا: ألم يجدك يتيما، قاعد يعدد نعم الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله. من بين هذه النعم أن الله حفظ النبي وهو يتيم، مع العلم أن اليتيم عادة يضيع، لا أب لا أم لا جد لا كذا لا أسرة، بينما رعاية الله تبارك وتعالى لا، حوت، احتوت النبي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا هني بمعنى الخفاء، يعني النبي ما كان معروف بهذه المعرفة، زين، ضائع بين قومه، ما عرفوا له قدرا ولا منزلة ولا مكانة، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى ضالا فهدى، فهدى الناس، هدى العرب، هدى المسلمين، هدى جميع العالم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ويدل على ذلك قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعدد النعم بعد، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. الذكر يعني معنى أن النبي كان عنده ذكر، لكن مو بهالمستوى، برحمة الله، بلطف الله، بعناية الله رفع هذا الذكر. وفعلا ترى إلى اليوم، إلى اليوم إذا تبحث إخواني ما شوف شخصية في التاريخ كتب عنها كما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى اليوم يكتبون الغرب بلغات العالم كلها، ملايين الصفحات كتبت عن النبي وما زالوا يكتبون عن النبي. فصار ذكر النبي صلى الله عليه وآله شائعا في العالم كله، وذلك بفضل من؟ بفضل الله تبارك وتعالى. فمعنى ووجدك ضالا مو عاصيا أو ضائعا أو كذا، لا، يعني ضائعا بين قومك ما عرفوا لك قدر. يمكن واحد يقول زين، وهل النبي كان ضائع خفي الذكر بين قومه، ما كان يعرف له شان؟ لا، نقول لك لا، كان يعرف، لكن وهل هذه المعرفة تتوافق، تتلائم، تتناسب مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قطعا لا، قطعا لا. شخصية مثل شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله التي تنحني له الجبال والسماوات، شوف قومه وش سووا فيه،
ما عرفوا له قدر يوازي هذه الشخصية، شخصية النبي صلى الله عليه وآله. فذلك كان ضائع حقيقة بين قومه، ضائعا بين قومه. فهذه الآية الأولى. الآية الثانية إخواني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ما زلنا في متشابهات الآيات، بعض الآيات التي يفهم منها أنها ذم. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. زين شلون الآن يقول الله تبارك وتعالى أنه بسبب هذا الفتح غفر الله للنبي ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وهل يفهم من هذا أن للنبي صلى الله عليه وآله ذنوبا قبل النبوة وبعد النبوة، أو في صغره وفي شبابه وبعد الفتح، أو بعد الفتح وقبل الفتح، على أي اختلاف من التفاسير التي ذكرت؟ يعني ظاهرا الآية تتكلم كأنما للنبي ذنوب، وبسبب هذا الفتح الله غفر للنبي هذه الذنوب. زين، أولا لازم نحدد إخواني المقصود بالفتح. اختلف العلماء في الفتح. بعضهم يقول عام الفتح فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ظاهرا. وبعضهم يقول الفتح المقصود صلح الحديبية، وبعضهم يقول الفتح يعني فتح خيبر. ولكن الذي عليه أغلب العلماء الفتح المقصود صلح الحديبية، لأن عن طريق صلح الحديبية توسعت الدولة، النبي أخذ يرسل الرسل إلى البحرين، إلى فارس، إلى الروم، إلى كذا مناطق العالم، ونشر الدعوة. وبسبب هذا الفتح لو صلح الحديبية استطاع أن يدخل فاتحا مكة، زين الآن النبي صلى الله عليه وآله لما القرآن يقول عنه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما بين أن هذا الذنب في نظر الله أو في نظر غيره. الآية موجزة، ما فصلت، ولكن العلماء يقعدون يفصلون يبينون، يقولون بأن هنا الضمير المقصود هكذا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك في نظر العرب وما تأخر في نظر العرب. يعني هني المقصود التأويل هكذا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح سيجعل من نتائجه أنه يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك في نظر قريش، في نظر العرب، في نظر المشركين، وما تأخر أيضا في نظرهم. زين، وكيف أن النبي عاصي مذنب كذا في نظر العرب؟ قالوا نعم، في نظر العرب أن النبي عاصي مذنب، زين، ضال في نظر العرب طبعا. ليش؟ لأن النبي جل العرب يعبدون الأصنام، يؤلهون هذه الآلهة، زين، في ضلال، في شرك، ابتعاد عن الله تبارك وتعالى، فدعاهم للتوحيد وسفه هذه الأصنام وحارب ديانتهم وحارب عقيدتهم. فهو في نظر المشركين ماذا يمثل؟ النبي يمثل عاص، يمثل مذنب. فالآية تقول هكذا، بسبب الفتح وانتصار النبي ظهرت شخصية النبي. فالله تبارك وتعالى إذا تلاحظ الآيات دائما الأمور رجعها إلى الله، لأنه لولا الله ما يصنع أي شيء في الحياة، ما يصير أي شيء في الحياة، الرزق والسعي زين والزواج والأولاد وكل شيء يرجعه الله في الأخير إليه سبحانه وتعالى. فهنا يقول هكذا، دخل النبي مكة فاتحا، انتصر على صناديد قريش، قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اهني رضخ العرب، رضخ المشركون، فعلا ظهرت شخصية النبي. فكثير منهم اعتذر، كثير منهم جاءوا يطلبون السماح من النبي صلى الله عليه وآله، وفعلا تيقنوا بأن النبي لم يكن مذنبا، ما كان مذنبا لما سف هذه الأصنام وحارب هذه العقيدة. فالمعنى هكذا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، بعضهم يقول قبل الهجرة وما تأخر بعد الهجرة، لأن النبي حاربوه في مكة وحاربوه في المدينة، فهو محارب بأبي وأمي. فالمعنى هني، لأن القرآن إخواني مشكل إذا أنت بتعتمد على قراءتك الأولى، مشكلة
لا تقرأ آية من أول مرة تفهمها الفهم اللي احنا نتبادر. ليش إخواني؟ لعدة أسباب. ترى القرآن قائم بالدرجة الأولى على اللغة، اللغة، واللغة واسعة، لها دلالات، لها بلاغة، لها أبعاد. هذه اللفظة نفسها نفس اللفظة تحمل هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، ويدرس حسب السياق. وظاهرا انت بعض الكلمات احنا قاعد نحكمها في مفهومنا المعاصر. يعني اجيب لكم مثال اخواني، اجيب لكم مثال. لو جينا الى سورة الرحمن وقلنا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: النجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه موجودة في سورة الرحمن. زين، انت ظاهرا الان لاول وهله ماذا تفهم من كلمه النجم والشجر؟ بتقول هذه واضحه، ان النجم الذي في السماء والشجر كلهم يسجدون لله تبارك وتعالى. بينما لو ترجع الى التفاسير يقولون لا، مو هذا المعنى. النجم اخواني هذا نوع من انواع الاشجار. شايف الاشجار التي ليس لها ساق، يعني تكون ثمرتها ثقيله مثل الجيح، القراح، هذا القراح هذا الكبير ثقيله، فهذه ما يتحملها الساق، فتكون وين تمشي؟ تمشي على الأرض، تزحف على الأرض. هذا في اللغة عند العرب يسمونه ماذا؟ يسمونه نجم. والشجر، الشجر يعني الثمار الضعيفة الصغيرة، هذه عنب، غيرة، زين، كنار، لوز، هذه يكون لهم ساق فيتحملها. الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية أن جميع أنواع النباتات تسجد لله وتسبحه سبحانه وتعالى. التي تزحف في الأرض، التي لا ترى، والتي لها أساق وترى ظاهرة. شايف هذا المعنى؟ هذا يتبادر لذهنك. فما بالك انت تجي لآيات لها دلالة نحوية، دلالة بلاغية، دلالة تفسير، لغة العرب بمعنى غيره. فذلك مشكلة. لا تجي للقرآن لأول وهله وتقول هذا واضحة. روح ارجع للتفاسير، ارجع لآراء المفسرين، آراء العلماء، كتب العقائد اللي تناولت القرآن بتوسع، والآن آلاف الدراسات. فهني نفس الأمر نطلقه على هذه الآية وغيرها من آيات كثيرة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، خصوصا الآيات القرآن، آيات القرآن. زين، نجي لآية أخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا. زين، غيره: وإذا لاتخذوك خليلا. الشاهد هني إخواني: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وثم بعد ذلك يهدد النبي. زي شلون الآن النبي صلى الله عليه وآله التي ينقل عنها الكتب، تنقل عنه الكتب والروايات بأنه كان صلبا في العقيدة، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته، كذا ويعدد صلابة. عند رسوخ النبي صلى الله عليه وآله في العقيدة ما كان يخشى في الله لومة لائم، كان يضحي بماله، بدمه، بروحه، ببلده، بوطئه مقابل العقيدة. وبعدين الآن يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كأنما هذا يناقض هذا الأمر. نقول لك نعم، ظاهرا نعم. زين، هني شوي لفتة نحوية إخواني عشان نفهم هذه الآية. نرجع شوي للنحو. هذه مثلها مثل آية ماذا؟ وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه كثير منهم قاعد يدوخ روحه وكذا، بينما لو يرجع إلى النحو، إلى النحو يشوفها ترى الآية واضحة جدا. هذه لولا، هذه لولا يبحثونها، لولا، ولو، هذه كلها إليها معاني. لولا باختصار إن شاء الله يكون معنى واضح إخواني، بس انتبهوا لي شوية. لولا يقول عنها النحاة تفيد امتناع الجواب لوجود الشر، امتناع الجواب لوجود الشر. نقول مثلا: لولا المراجعة لسقطت. هني هذا المعنى هكذا، امتناع الجواب لوجود الشر، يعني لولا وجود المراجعة والمذاكرة لسقط. معنى نفهم منه أنه لم يسقط، عدل أو لا؟ نقول: لولا علي لهلك عمر. معنى أن عمر لم يهلك بسبب وجود ماذا؟ وجود علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا: وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. معنى أنه ما هم بها. خلنا نطبق القاعدة. ليش؟ لوجود برهان ربه. لولا وهم، بس هذا هني فيها تقديم وتأخير.
يجوز يجوز نحويا تقديم تأخير، يعني نقول هكذا، نقول هكذا زين. ولولا برهان ربه لهم بها، نطبق القاعدة، لولا برهان ربه لهم بها، معنى أنه امتناع الجواب هم بها، يعني لم يهم بها. ليش؟ لماذا؟ لوجود الشرط برهان ربه، لوجود برهان ربه. وهني يفسرون البرهان يعني العصمة، العصمة. وهي فاستعصم، راودته عن نفسي فاستعصم، نفس الكلام. يقول الله تبارك وتعالى عن النبي نفس الأداة هذه النحوية استخدمها القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم، يعني معناه أنه امتناع الجواب، معنى أن النبي لم يركن لهم، لم يركن لهم. نفس الآية نطبقها، لماذا لم يركن النبي صلى الله عليه وآله لمطلب قريش؟ قالوا لأننا ثبتناه، ثبتنا بسبب، يقول أن يأتي للآلهة، بعضهم يقول أن يكسر الأصنام ويبقي صنع. أحسنت، رحم الله والديك أستاذ. في هذه اللحظات نتناقش قليلا في بعض ما يتعلق بالآيات المتشابهة وفي القرآن الكريم حول شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ذكرتم بعض هذه الآيات لضيق المقام لا يتسع التفصيل أكثر، لكن بعض العلماء ينطلق من هذا المنطلق إلى إثبات قرآنية القرآن الكريم وأنه وحي من الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أدى الرسالة كما هي ولم يتصرف حتى في الآيات التي يمكن أن تشكل علامة. أحسنت. أنا وجدت أحد العلماء عند لفتة لطيفة في كلمة ألم يجدك يتيما فآوى، خالف الآراء كلها. يقول هنا يتيم، شوف اللغة، لأن بعضهم يستند رعاك منذ الطفولة، رعاية خاصة من الله تبارك وتعالى، فكيف الحال برسول الله صلى الله عليه وآله؟ منذ الطفولة، بل منذ النطفة، بل قبل النطفة بآلاف السنوات، هذه كانت كلها برعاية من الله تبارك وتعالى، برعاية من الله تبارك وتعالى. شوف حتى آبائه، تسلسل الآباء في آراء، يقول بأن عبد المطلب نبي، نبي من هذه الفترة، فهو جاي من بيئة مختلفة، نفيس، نادر، يتيما يعني نفيسا في أسرته. ربما هذا لا يقبل، ليش؟ لأن النبي مع استعداداته، مع شخصيته، مع مؤهلاته زين. الله تبارك وتعالى رأى بأن هذا المجتمع، هذا البحر المتلاطم من الأفكار، من الديانة، من الانحرافات، من غيره، تحتاج إلى إعداد. النبي يهيئ لفترة، ربما يهيئ المجتمع أقرب، يبدو أن هذه المدة أقرب إلى المجتمع مو إلى شخصية النبي صلى الله عليه وآله. والله أعلم. أحسنتم أستاذنا الكريم.